يقدر يقتلني انا ويمشي هو يتعتقل ويبقاو الولاد ديك الساعه لا اب لا ام. اللهم بعدا واحد في اللهم نبقاو بعدا هكاك، وملي يبغيو يشوفوه ملي يبغوني هما عايشين معايا من الاحسن ويقدروا يعيشوا احسن. يعني على حساب الهضره اللي دابا انت قلتي، انا كنتي كتعرضي للعنف من غير هذاك الفيديو كامل. انا ملي عقلت على راسي وانا محقوره، عشت عيتي محقوره، تزوجتي تحبني غادي نعيش مزيان، عشت محقوره من الوقت من العائله، عشت محقوره من بزاف ديال الحوايج. يعني الحقره ملي تجمعت عليك شنو عطات في الاخر؟ ملي تجمعت عليا عطاتني في الاخر بعض المرات الانسان تيفكر في الانتحار. فكرتي فيه شنو؟ شنو اللي خلاك تراجعتي؟ ولادي. يعني ولادك هما اللي على ودهم صبرتي مع الزوج ديالك وهادشي كاع كامل؟ ولادي هما اللي تيخليوني تنشوف وراي لدرجه ان غير على السميه انتقدوا، غير على السميه بقاو تما كيكتبوا لي علاش داير سي محمد راجل فاتحه، واش فاتحه هي اللي مزوجه بيك، واش انت اللي مزوج بها، انت ماشي راجل، ما كتقدرش تهضر قدامها، ما كتقدرش، هادي كتقمعك، هادي بزاف ديال الامور. التعاليق ديال الناس كانوا كياثروا فيك، يخليه هو يجي ينفجر فيك. متابعينا اشواق تي في كنحييكم مره اخرى. كيف ما تبعتوا مؤخرا واحد الفيديو او مباشر اللي دار ضجه في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشر بشكل واسع، مجموعه من جمعيات المجتمع المدني وكذلك مجموعه من المواطنين ومغاربه تفاعلوا معاه، اللي هو ديال الاخت فتيحه اللي كانت معروفه بفيديوهات روتيني اليومي والزوج ديالها السي محمد، اللي كانوا بجوج موافقين على انهم يديروا فيديوهات وينشروهم والمغاربه يتفرجوا فيهم وكذلك يدعموهم باش يكون مصدر رزق او ربح لهم. لكن اليوم شفنا فيديو ديال فتيحه كتعنف اول شيء كمراه مغربيه، وثاني شيء كإنسانة ربما نعتبرها أن إنسانة معروفة في السوشيال ميديا من طرف الزوج ديالها اللي كان في الأمس موافق على الحالة ديالها ولا الوضع ديالها في فيديوهات ديالها. إذا فاجئها ما غاديش يكونوا أسئلة تقليدية ندخلوا مباشرة في صلب الموضوع. نهار المباشر فاش ضربك الزوج ديالك؟ نهار المباشر فاش ضربني السي محمد كنا جالسين عادي، كان قال لك جاتو التليفون بنهار بلي شي اتصلوا بشي ثلاثه الناس، المهم اتصل به واحد اللي بقى كيهضر معاه مده شي ساعه ديال المكانه على ما قال لي ولدي، قال لك بقى كيهضر معاه تيحرضو انت ماشي راجل هادي خاصك تحيد مرتك، هو موافق على هادشي وكيشوف الفيديو. هذا اللي اتصل به واش صديق ديالو كيعرفو ولا لا؟ لا المتتبعين ديالو. المتتبعين على حقاش انا باش يعرفوا المشاهدين النمره ديال السي محمد انا اللي كنحطها. بعض المرات كيقول لي تتقول لي شي وحده من طبيعه الحال بغيت نتواصل معها كل هذه، كنحط النمره ديال السي محمد باش الناس المتتبعين كيتواصلوا معايا، كنعطيهم النمره ديال السي محمد ملي تنتاكد منها راه مراه وهذه، عاد كناخذ النمره ديالها عندي انايا والمشاهدين ديالي راه عارفين هذا الشيء. ملي السيد عيط عليه المهم بقى كيحرض فيه كيحرض فيه كيحرض فيه، صافي قال لي بقى صر، قال لك والو نديرو اللايف اليوم نديرو اللايف. كان انسان طبيعي بحال كي دار لي هذيك المره فاش ضربني بحال الطريقه هذه، كيامنك وتيخليك بحال حتى شي حاجه ما كاينه. صافي تعشينا درنا اللايف بقينا كنهضروا، واحد شويه بدا كيتناقش مع الناس في التعليق، ومره الناس راه المغاربه شافوه بقى كيهضر بواحد الطريقه عنيفه قادي، انا بقيت كنضحك عادي، بديت تنقول ليه كحاز ما خلانيش نبان، تيقول ليا كحاز، المهم راه هما تيشوفوا المغاربه كيفاش كيدير معايا، علاش بغيتي تباني عير انت؟ قلت ليه انا راه كيبغوني نزعم المشاهدين ديالي راه كيبغوني نبان معاهم، علاش ما يبغونيش انا يبغيوك انت؟ المهم على هاد النقاش شي حاجه تافهه. صافي حتى كنتفاجئ قال شي كومونتير طلع ليه وقيلا قال لي انت ديوتي وانت ماشي راجل، بقى كيترد معاه، قال لي غادي نخرج انا وياك في القارعه، ما تخرج انا وياك في القارعه، بقاو كيكتبوا لي سكران انا ماشي سكران انا، هادي حتى كنتفاجئ به ضربني انايا. هذاك المباشر اللي كان هو بالك معاه واش كان في حاله طبيعيه ولا لا؟ راه من طبيعه الحال هما راه شافوا راه ماشي في حاله طبيعيه، راه حيت ما موالفش ملي تيريح معايا في لي لايف ما كيكونش عاوتاني بحال هكاك، واخا هو راه كيكمي وهذا ولكن ماشي حتى لديك الدرجه، ولكن في ذاك اللايف في شكل ونفعل بالزربه وبقى المهم الهضره، وما راه شافوه ملي بقى تيشفع عليا، راه ملي شافوه ملي كيشفع عليا بقى عليا انا بزاف هادشي على الحقره، هادي كاع حقره فيك هادي، رغم هكاك انا ماشي حقره عليه، انا ماشي تنحقر عليه، انا كنتصرف معاه عادي، هو مقبل الفيديوهات ديالي وكيشوف
تشوفوه، وانت ما درتو معاه استجواب ومرارا وتكرارا وشفتو تيقول لك انا راضي وقبل هذا الشيء. هذا هو المشكل، لا حنا ولا كذلك الناس اللي كيتبعوكم ولا اللي كيتبعونا ولا المغاربه بصفه عامه عارفين ان الزوج ديالك كان موافق وكان راضي بدوك الفيديوهات، انه يبان معاك في الفيديوهات وفي مجموعه يعني من التطبيقات كيبان معاك، وبعض المرات يشطح معاك ويغني معاك وفرحان بداك الشيء اللي انت كديري، ولكن اليوم داك الشيء تقلب علاش؟ تقلب حيت بزاف ديال الناس كيعمروا فيه لي كومونتير، كيقولوا ليه لدرجه دابا ملي ضربني بقاو كيشجعوه مزيان، انت دابا عاد وليتي راجل، دابا عاد بنت الرجوله ديالك. بغيتي غير نطرح واحد السؤال على المغاربه ولا على المغربيات اللي كيخليو بحال هاد لي كومونتير هادو، واش الرجوله عندهم بالضرب؟ الرجوله ماشي ضرب، الرجوله خاص الانسان يكون مسؤول، يكون كيتحمل المسؤوليه ديال بزاف ديال الحوايج. هذيك هي الرجل اللي تنعرف انا، ديك الساعه تحكم ودير اللي بغيتي، ماشي واحد الانسان بالضرب ولا بهادي. هو باش زعما غادي نسموه راه راجل، راه ماشي راجل حتى البهيمه، حاشا الناس اللي كيتفرجوا فيا وحاشاكم، حتى البهيمه راه كتركن غادي نسميوها، هذيك راه كتبقى غير بهيمه، ماشي بالضرب وماشي بهذا باش كتحل الامور. وكنت تنطرح عليه ديما هذا السؤال، ما عجبوش الحال ولا ما عجبتوش، يجلس معايا في الطبله، يحط معايا النقط على الحروف، راجل ومرأة، الموضوع كراجل ومرأة. تيل ما تفاهمناش كل يشد طريقه، راه كي دار الله الفراق، كي كان الزواج راه كاين الفراق، راه من الأحسن الواحد إلا كان غادي يعيش بحالك الله ما يتفارق. فعلا، ولكن من وراء ما ضربك، يعني من وراء ذاك اللايف، شنو درتي ديك الساعة؟ لأنكم كنتو بجوج في داركم. في الدار ديالكم، يعني واش بقيتوا مضاربين بجوج؟ خرجتي انت، خرج هو، شنو وقع من بعد اللايف؟ خرجت انا من طبيعه الحال، جيت لقيته هرب، خرجت حيت انا قلت له غادي نمشي نجيب لك الدرك الملكي. صافي هو ملي سمعنا هكاك صافي خرجت انا، جيت لقيته راه مشى في حالته. انت ما قدمتيش به شكايه؟ معلوم درت الشكايه. درتيها في هذيك الليله نيت ولا من بعد؟ لا درتها هذيك الليله. يعني من تما ما جاش لحد الساعه للدار؟ من تما ما جاش لحد الساعه. صافي هادشي، وغادي نمشي انا، قررت ما غاديش نتابعو كاع في الشكايه ديالو. ما بغيتش انا يمشي للحبس باش يبقاو يلوموني الناس، غادي نمشي نرفع عليه دعوه ديال الطلاق. صافي وكل شيء الطريق ديالو. كتشوفي يعني الطلاق هو بيناتكم فعلا ما تفاهمتوش، ولكن ما كتشوفيش هذا الطلاق يقدر يكون ياثر على وليداتكم، لان كيجمعوكم وليدات اللي غيحتاجوا غدا باهم يكون حداهم؟ حيت انا على وديت الوليدات لقيت راسي انا حتى وليت كناكل العصا في المباشر، على وديت الوليدات انا تناكل العصا من غير المباشر، وكنتهان من غير المباشر. ما يمكنش انا غادي نبقى الوليدات حتى واحد النهار فعلا غادي يبقاو الوليدات متشردين، يقدر يقتلني انا ويمشي هو يتعتقل، ويبقاو الولاد ديك الساعه لا اب لا ام. اللهم بعدا واحد في، اللهم نبقاو بعدا هكاك، وملي يبغيو يشوفوا، وملي يبغوني هما عايشين معايا من الاحسن، ويقدروا يعيشوا حسن. يعني على حساب الهضره اللي دابا انت قلتي، انا كنتي كتعرضي للعنف من غير هذاك الفيديو؟ من طبيعه الحال تعرضت للعنف مرارا وتكرارا، يعني ما كنبغيش نبارطاجي معاهم هذا الشيء. وشحال من مره تناقشت انا وياه في اللايف، حتى كنقطع اللايف، هما المغاربه شافوا، حتى كنحبس اللايف تنقول لهم صافي بالسلام عليكم الله يعاون، ومن بعد المرات كيسالي اللايف راه كنوض انا وياه، ما نقولش لك تينوض، لا هذا التعليق على شي حاجه تافهه، على شي حاجه تافهه، على والو. يعني ما كتلاحظيش ان هاد المشاكل بداو كيبانو من نهار هو درتي ليه القناه الخاصه ديالو، ولو عنده حتى هو متتبعين ديالو، ولو عنده ناس كيجيو يهضروا معاه، وكما قلتي كتحط النمره ديالو والناس كيعيطوا ليه هو؟ لا، امتاش بداو معايا هاد المشاكل؟ من نهار اللي بدا يبان معايا في القناه بالضبط، بداو الناس تينتقدو، علاش كيبان معاك، علاش هذا، بقاو تيقولوا لي انت ماشي راجل، سحر عليك، واكل الصباط، واكل السبرديله، واكل هادي، واكل هادي. المهم كي شي بنادم كيبقاو يجهلوه، تيبقاو انتقاد انتقاد انتقاد. نهار اللي درت ليه القناه عاد بقاو كانوا كيمشيو لعندو، لدرجه ان غير على السميه انتقدوه، غير على السميه بقاو تما كيكتبوا لي علاش داير سي محمد راجل فاتحه، واش فاتحه هي اللي مزوجه بيك، واش انت اللي مزوج بها، انت ماشي راجل، ما كتقدرش تهضر قدامها، ما كتقدرش هادي، كتقمعك هادي، بزاف ديال الامور. التعاليق ديال الناس كانوا كياثروا فيك، يخليه هو يجي ينفجر فيك. كياثروا عليه هو، تيجي حتى كيجي بعض المرات كيتشد معايا على ودي التعاليق، لا شوف اش قالوا لي، انا ما بقيتش عندي الكرامه، انا ما بقيتش هادي، انا ما بقيتش راجل، انا شنو كتحسبيني قدامك؟ تنقول ليه انا هادشي داكشي راه ما فيش الكرامه، ولا كنطيح بكرامتك ولا شي حاجه. حنا راه تفاهمنا غادي ندير واحد لاشين نخدموا بها على وليداتنا، على حقاش انايا كما كيعرفوا المغاربه، وكنت قلتها لهم كنخدم في الميناج، ما بقيتش كنخدم في الميناج من طبيعه الحال، عندي الطريطه، عندي بزاف ديال الحوايج.
قلت لي غادي ندير واحد لاشين عفوا ندير واحد لاشين غادي نجلس باش ولادي ما غاديش نخليهم انا يتعرضوا لي للتشرد ولا للاغتصاب، هما ولادي صغار وما عندي حتى شي حد انا اللي غادي يقابلهم. قررت باش ندير لاشين باش نبقى انا مقابلهم في الدار، وفي نفس الوقت هو موافق على هادشي كامل، وراه ما عمري ما صورت شي حاجه من وراه نهائيا، راه كلشي كيكون بالعلم ديالو وكلشي كيكون شايفو، الا فيديو واحد اللي صورت مؤخرا هو اللي حطيت يمكن من قبل هاد اللايف، هو اللي صورت زعما ما كاينش معايا وما شافوش، اما ما تبقى راه كيكون حاضر وكيشوف وكلشي كيكون في العلم ديالو. شنو تقولي للناس اللي كيشوفوا ان هذاك الفيديو ولا هذاك اللايف بصفه عامه مفبرك؟ يعني انتم بحال كنتم متفقين باش انكم ديروا هذاك الفيديو باش تطلعوا التفاعل وديروا البوز، يعني كيف ما هو مصطلح. شي خويا حمزه انا اش بغيت نقول لهم؟ انا باش غادي نرد عليهم، انا ما محتاجش انا ندير البوز، انا الا بغيت نديرو راه كاينين طرق باش غادي نديرو، ما غاديش نحتاج انا يضربني. والناس راه شايفين اللايف مفبرك، يكون درنا فيديو راه لايف راه جالسين عباد الله تنهضروا وما شافوه الطريقه كيفاش تيهضر، وانسان ماشي في الطبيعه ديالو، ماشي في الوعي ديالو، وما راه المغاربه راه شافوا هادشي ولاحظوا هادشي وشافوا هو اللايف دايز وهو كيضرب فيا. يعني انت ما كتشوفيش هاد الانفعال ديالو الهضره ديالو العصاب ديالو عليك غير من الغيره ديالو، يعني من هذوك التعاليق ولا من هذوك الرجال يعني اللي هو كيحسب انهم كيدخلوا كيكومونطيو عليك ولا كيتفرجوا فيك انت؟ الشيء اللي داخل لهاد العالم خاصو يتقبل، خاصو يتقبل، ما كاين لا غيره لا والو. الغيره ماشي بالعصا، جبتي لي الضحك في هاد اللحظه هادي الصراحه، جاني الضحك في هاد اللحظه هادي. واش اللي كيغير غادي يضرب المراه؟ اللي كيغير جلس معايا وتفاهم معايا وهضر معايا. يقدر هو ملي غيشوف هذاك قوه الرجال يعني كيعلقوا لك غادي ينفجر في هذيك اللحظه، بالخصوص انا قلتي ما كانش يعني في حاله طبيعيه. ولكن راه هو ديما راه كيشوف هادشي، راه ماشي عاد انا يلاه حليت القناه داك النهار ولا، وراه كيشوف هادشي وكيتفرج وكيشوف، راه الناس كيعلقوا لي عيالات ورجاله، راه كيعلقوا لي هو دابا ملي دار لاشين كيعلقوا لي العيالات. غنمشي انا نقول لي علاش هادي قالت لك تبارك الله عليك، علاش هادي قالت لك انت مزيان برافو عليك سي محمد، علاش هادي؟ ما يمكنش هذاك الشيء، الواحد ما خاصوش يدخلوا لدماغه. ولا كان هاد الشيء كيف قلت لك انا بصح هو غير عليك، يعني هنا تقدري تسامحي معاه وترجعي تفكري في الموضوع ديال الطلاق ولا لا؟ لا ما نسامحوش. هديتي بزاف من غير فيديوهات، حيت كيعنفني بزاف ديال المرات وكيعنفني جسديا ولفظيا وكلشي، ما نقدرش حيت صبرت ليه المره الاولى. نتوما راكم شفتوا المره الاولى كيفاش دار ليا، وشفتوا الصور وشفتوا كلشي، واخا كان الناس داك الضرب كانوا قايلين كذوب وهادي، انت حمزه خويا راك شفتي كلشي على عينيك، ما يمكنش عاوتاني غادي نعاود نكرر نفس الغلطه. يعني هذا شي نهار غادي يقدر يقتلني، وغادي يبقاو هاد الوليدات اللي انا من اجل ديالهم تنضرب تماره وكان كاف، غادي يبقاو مشردين في الزنقه. يعني انت فاتحه شنو تبغي رساله اللي توصل للناس اللي وقفوا معاك ودعموك في هاد، يعني من بعد ما بان هاد الفيديو ديال الزوج ديال كيعنفك، وكذلك جمعيات اللي حتى هما دخلوا على الخط وقال لك انه هما غيوقفوا معاك ضد في الزوج ديالك، واخا انا حسيت بك دابا انت تاثرتي وفحال غادي بدا يتبكي. معلوم حيت كنحس براسي محقوره. تقريبا انت محقوره وساكته. محقوره حياتي كامله، انا ملي عقلت على راسي وانا محقوره، عشت حياتي محقوره، تزوجت يسحبني غادي نعيش مزيان، عشت محقوره من الوقت، من العائله، عشت محقوره من بزاف ديال الحوايج. يعني الحقره ملي تجمعت عليك شنو عطات في الاخر؟ ملي تجمعت عليا عطاتني في الاخر، بعض المرات الانسان تيفكر في الانتحار. فكرتي فيه شنو؟ شنو اللي خلاك تراجعتي؟ ولادي. يعني ولادك هما اللي على ودهم صبرتي مع الزوج ديالك وهادشي كاع كامل. ولادي هما اللي تيخليوني تنشوف ورايا. وتنشكر الناس اللي تضامنوا معايا، وتنشكر خوتي المغاربه اللي تضامنوا معايا واللي كانوا حيله وسباب، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. اذا متابعينا كيف ما تبعتوا الرد ديال الاخت فاتحه اللي بطبيعه الحال كاع كاملين كتعرفوها ومجموعه من الناس متابعينها. فاتحه يمكن اليوم اننا نعتبروها ام اللي كتكافح وكتناضل وكتخلي كل شيء وراها على قبل الوليدات ديالها من التصريح ديالها. ربما في بعض الاحيان كيكون الزواج غلطه
وبعض الاحيان كيكون الزواج افاده للانسان وكيتعلم منه بزاف ديال الحوايج، لكن هي الان وصلت لواحد المرحله ديال انا بغات الطلاق لان بغات الراحه. كيف قالت انا شي حوايج ما عمرناش شفناهم امام الكاميرا، انها كانت كتعنف في الصمت. الصمت لماذا؟ على قبل الوليدات ديالها. اللي كنتمناو لك اختي فتيحه هو الله يخلي لك وليداتك، وكنتمناو انه اذا كان يعني شي واحد غادي يدخل بخيط ابيض وتقدر ترجع يعني المياه لمجاريها، ويقدر ترجع يعني صفحه جديده تفتح وما يبقاوش هاد المشاكل وما يبقاوش هاد المعاناه ولا هاد الصداع بيناتكم. حنا بطبيعه الحال راه هادشي اللي غنتمناو، بانش لكم بان لكم ان الطلاق هو الحل، راه انت هي غادي تعرفي ولا الزوج ديالك غادي يعرف اكثر منا. للمتابعين كان هذا الرد ديال فتيحه بسبب يعني الفيديو اللي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي ديال هي والزوج ديالها. كان معكم حمزه من دوب، خاف كاميرا عز الدين السطوري، لنا الصوره لكم التعليق، تبارك الله عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.